الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غلفاً محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أيها الإخوة الأعزاء أيتها الأخوات الفضليات في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركات أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يوفقنا لاجتنابه وأن يجعل أعمالنا كلها له خالصة وأن لا يجعل للناس ولا للشيطان فيها حظاً ولا نصيباً وأوصيكم بوصية الله جل وعلا الخالدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الأحبة الأخيار الكرام ما الذي يجب على الآباء فعله لا سيما ونحن نقيم في مجتمعات غربية أو بالأحرى أقول واجب الآباء نحو الأبناء في الغرب إن مما ابتلينا به وأرجئنا إليه لسبب أو لآخر أن نعيش في مجتمعات ننكر فيها أكثر مما نقر فتجتمع علينا غربة الدار وغربة الدين في زمن الضعف والدعة الذي آلت إليه أمتنا وانطلاقاً من يقيننا في أن صلاح هذه الأمة لن ينصلح إلا بما صلح به أولها لن ينصرح
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن السبيل إلى ذلك وإن الطريق إلى ذلك هو التربية والتخلية والتحلية لبناء مجتمع مسلم قادر على التمكين ومؤهل للتمكين في الأرض جميعا. فلزاما علينا أن نحرص على أولى لبنات هذا المجتمع وهي الأسرة. أولى لبنات هذا المجتمع وهي الأسرة المسلمة التي تصلح بصلاح المجتمع، أو أقول تصلح بصلاح أفرادها. نعم، تصلح الأسرة بصلاح أفرادها ويصلح المجتمع بصلاح هذه الأسرة. وأول ما يجب على المرء لإقامة ذلك البنيان، لإقامة تلك اللبنة في هذا المجتمع وهي الأسرة، أول أمر يجب عليه أن يقوم به هو اختيار الأم. اختيار الأم ذات الدين، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قال: فاظفر بذات الدين. ترجى النساء لأربع، هن المناقب والمثالب والبلى. الدين أولها، تليه نظارة في الوجه، أو مال وأصل في البلى. فإذا ابتغيت من الأنام حليلة فاظفر بذات الدين شرطا أولا. فأولى لبنات هذا المجتمع هي الأسرة، وصلاح المجتمع بصلاح أفراده وأسره، صلاح الأسرة بصلاح أفرادها. وأول أمر يجب أن تقوم به هو اختيار الأم، اختيار الأم ذات الدين. أيها الأحبة الأخيار الكرام، إن أعظم المسؤوليات تجاه الأسرة بعد اختيار الأم وبعد اختيار الزوجة تكمن في تربية الأبناء، تربيتهم التربية الصالحة، ورعايتهم الرعاية الشرعية الكاملة التي كلفه الشرع بها. نعم، رعايتهم رعاية شرعية كما كلفه الشرع، وليس ذلك هينا، إنما هو مضمار ابتلاء وامتحان واختبار. الله جل وعلا يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي سبب في البلاء، سبب في الابتلاء والامتحان لآبائهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها المسلمون عباد الله، في حديث أم المؤمنين عائشة المتفق على صحته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظ من جنس ما يتحدث به الناس، لكن سمته العرب ابتلاء لما ينشأ عنهن من العار أحيانا، فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله: من ابتلي من هذه البنات بشيء، يقول القرطبي رحمه الله: سماهن بلاء لما ينشأ عنهن من العار أحيانا. وكما ذكرت، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ الشائعة عند العرب حتى يفهموا قوله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم: من أراد النجاة سلك سبلها، من أراد النجاة سلك سبلها، وإن السبيل والطريق إلى النجاة
أن تلزم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الناشئة، في تربية الأجيال والأطفال على ما يمكن أن يكون عليه في مستقبل أيامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الريادة والإمامة والقيادة، وجعلهم قادة أكفاء في كل ميدان من الميادين. نعم، لابد أن نلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الناشئة، ونتعاهدهم الرعاية الشرعية الصحيحة الكاملة، ومن ذلك أن نهيئ الأطفال لما يكون عليه في الكبر، أن نهيئهم لما يكون عليه في مستقبل أيامهم من الريادة والإمامة والقيادة وغيرها. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً، أمر أسامة رضي الله عنه على جيش كان فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 17 سنة، جيش فيه أبي بكر وعمر، فيه كبار الصحابة، أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل إلى اليمن سفيرا وداعيا وحاكما وقاضيا، وهو ابن 19 سنة. فلا بد أن نهيئهم كما هيئ النبي صلى الله عليه وسلم الناشئة على ما يكون عليه في الكبر. ومن هذا القبيل حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: لما كانت واقعة الفتح وبادر كل قوم بإسلامهم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا، فكان أبي قد بدر قومه بإسلامهم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول قومه ليعلن إسلامه، ثم رجع إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عند رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أقرأكم. فنظر القوم فيهم فلم يجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، هذا يقوله عمرو بن سلمة، وكان عمره آنذاك 6 أو 7 سنين. نظر القوم فلم يجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة، وهو ابن 6 أو 7 سنين، فكان إمامهم، يتقدم إليهم. ماذا كان يفعل عمرو بن سلمة؟ قال: كنت أتلقف الركبان الذين يرجعون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منهم القرآن الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في القوم من أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مباشرة، ولكنهم لم يحفظوه كما حفظه عمرو بن سلمة. فنظر القوم فلم يجدوا أكثر منه قرآنا، فصلى به الإمام، وكان عليه رداء، إذا سجد تقلصت عليه حتى انكشفت سوءته، فقالت امرأة من الحي: ألا تستر عنا استقارئكم؟ فاشتروا له قميصا، قال: ما فرحت بشيء فرحي بهذا القميص. أيها الأحبة الأخيار الكرام، انظروا رحمكم الله في هذا الحديث وفي هذا الموقف الذي ينبغي أن نتأمل فيه.
عمرو بن سلمة رضي الله عنه كيف حفظ القرآن وكيف كان أكثر القوم قرآنا، كان يتلقف القرآن من أفواه الركبان، ينتظر الناس حتى يأخذ منهم القرآن من أفواههم فيحفظه، يأخذ قسطا مما كانوا يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففاق حفظه ما حفظه القوم الذين كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأغرب من ذلك أنه تصدر لإمامة قومه وهو في هذا السن الصغير، تصدر لإمامة قومه وهو ابن ست أو سبع سنين رضي الله عنه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم تربية الأطفال، ومن هديه في تربية الأطفال تعويدهم على فعل الخيرات. نعم، وفي لفظ عن ابن مسعود، في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة، عودوهم الخير فإن الخير عادة. أنا هنا أتحدث عن الأبناء، ولكن السؤال الذي ينبغي أن أسأله: أين الآباء في الصلوات؟ أين الآباء في الصلوات؟ إذا كنا نريد أن ننشئ جيلاً ونربي جيلاً على طاعة الله جل وعلا، لأنه بصلاحه في دينه أولاً وليس في دنياه، صلاح دينه أولاً أنت مطالب به ومسؤول عنه أمام الله جل وعلا، هذا الذي سيسألك ربك عليه. لن يسألك ربك: أكان ابنك طبيباً أم مهندساً أم كذا أم كذا، لا، لن يسألك عن ذلك، لن يسألك والله عن ذلك، ولن ينفعك ذلك أمام الله. ليست تربيتنا لأبنائنا عقاباً، إنما نربيهم لآخرتنا. نعم، حينما تموت وتدخل في قبرك لن ينفعك ما قدمت إلا من ولد صالح يدعو الله عز وجل لك، فالشرط هنا أن يكون صالحا، ولن يكون صالحا إلا بتربيته على طاعة الله جل وعلا وتنشئته على الشرع الحنيف كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما عود النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأطفال على فعل الخيرات. أيها المسلمون عباد الله، في حديث رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون عباد الله، وقد ورد في السنة تعويد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على مشروعية تعويد الصغار على الصلاة وعلى الصيام، على صلاة الجماعة. هناك في السنة ما يدل على تعويد حتى الرضع على ارتياد المساجد وحضور صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يصطحبون الصغار حتى في الحج، يصطحبون صغارهم حتى في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، في يوم عاشوراء بعث النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار يخبرهم أنه من لم يطعم اليوم فليتم صومه، يصوم هذا اليوم
قالت كنا نصومه ونصوم أبناءنا، فإذا بكى أحدهم صنعنا له اللعبة من العهن من الصوف حتى يأتي وقت الفطار. ففي هذا تعويد كما قال ابن حجر، تعويد للصغار على الصيام. وكان الصحابة يصطحبون حتى الأطفال الرضع إلى المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يخفف في صلاته مخافة أن تجد أمه عليه، أن تفزع أمه عليه. فالشاهد أن الأطفال كانوا يعتادون ويرتادون بيوت الله عز وجل، فهذا من تعويدهم على الخير وتنشئتهم على الخير. فأصبح أبناؤنا وللأسف لا يرتدون المساجد إلا في المناسبات، وكأننا أشبه بالنصارى عيادا بالله تعالى. نأتي بهم في يوم واحد، حتى بعض الأسر تقول بعد أن عانوا العقوق من أبنائهم ماذا أصنع، كنت أضعه في مدرسة إسلامية وكنت آتي به في يومي السبت والأحد إلى المسجد، ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ هذه هي حدود المسؤولية. التعويد كما قال، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، خير، عودوهم الخير فإن الخير عام. أيها الأحبة الأخيار الكرام، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية النشأ ربطهم بالمساجد، ربطهم ببيوت الله جل وعلا وتوجيههم إليها، بل كان يذهب من ذلك صلى الله أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم كما ذكر، يخفف في صلاته، يخفف في صلاته صلى الله عليه وسلم لبكاء صبي، لبكاء صغير، حتى يعتاد الناس بيوت الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، المسجد إذن روضة يجتمع فيها الصغير والكبير، يجتمع فيها الرجل والمرأة، يرتادها الجميع، روضة يرتادها الجميع، الكبير والصغير والرجل والمرأة. وإن كانت المرأة بيتها خير لها من مسجدها، وقد كان السلف رضي الله عنهم في ارتيادهم يستبقون الخيرات فيذكرون ربهم ويأخذون العلم ويتعلمون في بيوت الله جل وعلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث، يقول: من جاء مسجدنا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. من يأتي إلى مسجدنا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر، أي فضل أعظم من هذا، وأي أجر أعظم من هذا. الذي يأتي إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. لن ينقص منك شيء إذا أتيت إلى بيت الله عز وجل فسمعت قرآنا أو سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ أجر المجاهد في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، هذا الحديث حسن بشواهده، رواه الحاكم وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وهو حسن بشواهده لكثرة طرقه. من أتى إلى مسجدنا يعلم خيرا أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، أقول لذلك كان المسجد هو المدرسة الأولى، كان المسجد المدرسة الأولى والجامعة التي تنشر العلم وتشيع المعارف، هو المكان الأفضل والأمثل
هو المحضن التربوي الآمن الذي يتخرج منه الرجال الأبطال. نعم، أقول الرجال الأبطال. الله عز وجل حين يتحدث في القرآن عن الرجال تجدهم جميعا يتخرجون من المساجد. أما قرأت قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ماذا قال؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أيها المسلمون عباد الله، ما تنكبت الأمة طريقها ولم تهنت الشريعة ولا جفت منابعها إلا بعد أن أغفل دور المسجد، أغفل دور المسجد في التعليم والتربية. إن المسؤولية تقع على كواهلنا جميعا. لا أريد أن أطيل عليكم، فالموضوع يحتاج منا إلى نظر وإلى تدقيق وإلى تكرير ومعاودة، وأرجو الحديث عن بقية هذا إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. السلام على سيدنا رسول الله. The subject today concerns the Islamic Ummah. Indeed, of what we have been afflicted with and forced to it by one reason or another is to live as strangers in societies in which we disavow more than we approve. Now we have the estrangement of the abode, of both the abode and the religion, at a time of feebleness and frailty that our ummah has reached. Certainly we believe that the righteousness of the last generation cannot be without what rectified the first. And the way to that is through education, prepping, and grooming to build a Muslim society that is well prepared for a leadership role on earth. Therefore, we have to pay close attention to the first building block of that society, which is the family. Yes, the Muslim family. The Muslim family becomes beneficial when the members of that family are righteous, and vice versa. As a first, to establish this building block, one has to choose the righteous mother. The Prophet ﷺ said, when, and he used the word when the righteous wife, your hands will be enriched. Women are desired for four traits, and they contain the attributes, the defects, and the trials. Religion comes first, followed by facial beauty, or wealth, or solid ancestry. If you desire a lawful wife, win the righteous one as a first condition. Indeed, the greatest responsibility of a Muslim toward his family after choosing the right wife is to raise his children, instilling the righteous education in them. And mind you, this track is laden with tests and trials. Only those whom Allah has guided will pass these tests. Allah the Exalted said, indeed your wealth and your children are but trials. And according to the agreed upon hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, she said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever is tested by these girls and was kind to them, it will be a shield for him from the hellfire. Al-Qurtubi, may Allah be merciful with him, said in explaining this hadith, he said the Messenger sallallahu alayhi wa sallam named them, meaning the girls, as trials because of the embarrassment that can come from them at times.
Whoever sought safety should seek the right avenues to achieve that safety, some of which is emulating the Prophet sallallahu alaihi wasallam and heeding his methods in educating the youngsters and caring for them. Some of this is preparing the child to what he should be on or what he becomes when he grows up. The biggest evidence is a 17-year-old Usama ibn Zayd being appointed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a commander of an army that included the greatest of Sahaba, Abu Bakr and Umar, were soldiers under the command of a 17-year-old. As well as the Prophet sallallahu alaihi wasallam appointing Mu'adh ibn Jabal to be the Amir of Yemen. Bukhari has narrated on the authority of Amr ibn Salama. He said, at the events of expanding the state, all tribes were trying to be the first to accept Islam, and my father was the first of his tribe. When he came back, he said, I come to you with a message from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, pray such and such prayer at such and such time, and when the prayer time comes, one of you should call the adhan. The one who memorizes more Quran should lead the salah. And they looked, I was the most memorizer. They appointed me to lead them, and I was 7 years old. My garment used to show my rear when I prostrate. Then a woman in the neighborhood said, can't you cover the rear of your reciter? The people purchased me a shirt, and I was so happy to receive it. Look how wonderful for the youngster to lead his people, even though he was at a very young age. And from his guidance, sallallahu alaihi wasallam, he used to train the children to perform acts of goodness, one of which is dwelling in the houses of Allah for prayer, education, and worship. Ibn Majah narrated on the authority of Muawiyah ibn Abi Sufyan that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, goodness is a habit and evil is an urge, and whoever Allah wishes him well, he will grant him jurisprudence in the religion, that is. It was also mentioned in the Sunnah as evidence to raise children accustomed to fasting, congregational prayers, and to accompany them to Hajj. And from his guidance, sallallahu alaihi wasallam, is to create a connection between the children and the masjid. And used to go beyond that, sallallahu alaihi wasallam, by taking less time to finish the salah as a mercy for those mothers whose children. Abu Qatada narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I get up to pray, intending to make it long, then I hear a baby crying, I make it short, fearing to make it difficult for his mother. Sallallahu alayhi wa sallam. Hence, the masjid is the garden that gathers the young and the old. The masjid is dwelled by both men and women alike, even though the house is much better for the woman. Our preceding companions, our predecessors, used to race in coming to the masjid to pray, learn from their Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who said, whoever came to our masjid to learn something good or teaches it, he is as that who strives in the cause of Allah. Therefore, the masjid is the first school and the mother university which spread the knowledge among the people. And we can see the deterioration of our ummah, especially after neglecting the role of the masjid in education. Brothers and sisters, indeed, the responsibility falls on all our shoulders. The home is responsible, school is responsible, education systems, as well as the environment, the society at large, are responsible. And this subject is lengthy and it needs a lot of details. Therefore, that will be the subject of our conversation in the weeks to come. Jazakumullahu khairan. May Allah make me and you of those who listen and benefit from what they listen.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين أهل الصفا والوفا. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار الكرام، أسأل الله جل وعلا كما قال في محكم تنزيله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم رد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارفع يد الغدر والخيانة عن المسلمين، وأذن بزوال الطواغيت الظالمين، وأذن بفرج قريب لعبادك الموحدين، واشف صدور قوم مؤمنين، وأيد كل عامل بالحق لدعوتك يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهور الطغاة الظالمين، اللهم اقسم ظهور الطغاة المتجبرين. اللهم وأخرج أهلنا في مصر والشام وفلسطين من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم رد عاتية المستكبرين عن إخواننا في مصر والشام وفلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم من أراد بأمتنا خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بأمتنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بأمتنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.